طرقه معه ومعركة أيضا خصم من بشارة قيس مدى الإنجيل. المجد لك يا رب. أما ميلاده يسوع المسيح فهكذا كان لما كان ابن مريم مربوطة يوسف وجدت قبل أن يتسكنا حاملا من الروح القدس. وكان يوسف رجلا طاهرا فلم يرد أن يشرع فعزم المهم تعبونا، المهم ساعدونا.
طب ليش بابا؟ بقول لك المسيح لم يقومنا ان نحتفل به،
كان في قديس هو راهب بين بونيفاسيوس او بنفريك، وهو مالك شاف رجال متجمعين بدهم واقفين قدام بلوطة، سألهم لايش هاي البلوطة؟ قال احنا بدنا نقطعها حتى نذبح عليها الناس ونقربهم للإله دون. فأجا هو نفسه بفتح كبيرة وقطع البلوطة وقعت على الأرض، ومنها شاف شجيرة صغيرة نبتت. قال لهم هاي الشجيرة البسيطة رمز للمسيح شجرة الجميل. إذا هاي الشجرة ليست شجرة وثنية ولا شجرة الإله دون، هاي الشجرة ترمز إلى شجرة الحياة الموجودة في وسط الجنة المسيح الحياة. إخوتي أخواتي، إذا نعم للميلاد، نعم لعيد الميلاد، يا ما نسمع ناس يقولون ميري كريسمس، نحكي لهم عن سيدتنا مريم العذراء وتشمجوا، المسيح ولد بس ما جيبوش سيرة والده. شو هالمسيحيين هدول؟ هل المسيح مقطوع من شجرة؟ ميلاد من غير العذراء هذا مش ميلاد، زي ما تقول ولد من غير الوالدة. أصحيح إنه عيد الميلاد هو عيد وثني؟ من أول من احتفل بميلاد المسيح؟ العذراء ماريوس. كل سنة كانوا يحتفلوا بميلاد الطفل يسوع. عادة الاحتفال بعيد الميلاد معروفة بزمن المسيح، معروفة بزمن الفراعنة. هيرودس أنتيباس احتفل بعيد ميلاده، وبهذه المناسبة أمر بقطع رأس يوحنا المعمدان. إذا كل سنة العذراء وماريوس كانوا يحتفلوا بعيد ميلاد السيد المسيح، لا بعيد ميلاد الشمس ولا بعيد ميلاد الإمبراطور. قلت لكم كل سنة كل يوم كل البشرية، زي ما كان يقول أحد الرؤساء الراحلين، شاء من شاء وأبى من أبى. كل البشرية كل يوم تحفل بميلاد المسيح. قديش اليوم الشهر؟ إحنا 2011. كل ما نطلع على الساعة، كل ما نطلع على التقويم، كل ما نطلع على الرزمان، كل ما نكتب تاريخ، شئنا أم أبينا، في مئة شعائر ولا في نيويورك ولا في القدس، كل يوم وكل دقيقة نحتفل بميلاد المسيح 2011 للحساب الميلادي. إخوتي أخواتي، في هذه كلام اليوم ما هي العبرة الروحية؟ العبرة الروحية المسيح الطفل محور التاريخ. المسيح الطفل هنا على بعد أمتار من هنا في المغارة قسم التاريخ إلى قسمين لا ثالث لهما، قبل الميلاد وبعد الميلاد. بيت لحم هي مركز العالم، بيت لحم هي محور التاريخ، شاء من شاء وأبى من أبى. الطفل هو مركز